هو اهم حاجه ان هو بيقوم على تنميه شخصيه الطفل من جميع النواحي بقى، سواء كانت جسمانيه سواء كانت حركيه سواء كانت عقليه، ودوت بيفيدنا في المدارس اليابانيه. المدارس اليابانيه الفكره اصلا بتاعتها بتقوم على عدم التمييز بين الاطفال، سواء بقى بيت تمييز او الاطفال العاديين. ودوت كمان الوزاره في المنهج الجديد مش يعني هي مش بتنظر بس للطفل العادي، بالعكس ان هي بتقدم انشطه بتساعد كمان الاطفال اللي هم اللي بيشنز على ان هم يتشاركوا ويتعاملوا مع الاطفال العاديين.